بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. شهية هي أخبار القديسين في مسامع الودعاء، فهي كالماء للغروس الجدد، هكذا قال ماري إسحاق السورياني. نشكر الله اللي بيدينا في كل زمان أمثلة لحياة القداسة والإنجيل المعاش عشان ننظر لنهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم، ومن خلال حياتهم نتعلم إزاي نحب ربنا ونجاهد زي ما جاهدوا، ونسمع عن كل ما هو أرضي ويجذبنا لمحبة العالم. والفيلم اللي هنشوفه دلوقتي أتمنى إنكم تستمتعوا بيه، وخصوصا إني تابعت كل مراحل إنتاج الفيلم، والحقيقة المجهود اللي اتعمل مجهود غير عادي من كل فريق العمل. كل فريق العمل كان منظومة رائعة تستحق الشكر والتقدير. أما عن قديسنا المعاصر الراهب يوسطس الأنطوني اللي اشتهر بحياة القداسة والصمت والتجرد والنسك الرهباني، في الحقيقة عاش أبونا يوسطس الأنطوني كغريب على الأرض، متطلعا ومشتاقا ليوم رجوعه إلى وطنه السماوي، فطوباه وهنيئا له بالسماء والوجود الدائم في حضرة الله وعشرة الملائكة والقديسين. وانتقل إليهم في 17 ديسمبر سنة 1976 للميلاد، الموافق 8 كيهك سنة 1693 للآباء الشهداء. ونشكر الله ونشكر قداسة البابا شنودة الثالث اللي سمح بإخراج جسد أبونا القديس يوسطس الأنطوني من مقبرة الآباء بالدير الطافوس في 30 نوفمبر سنة 1987 للميلاد، واللي قال عنه قداسته: أبونا يوسطس الأنطوني يعتبر نموذج عملي لراهب القرن الرابع في هذا الجيل. كما سمحت العناية الإلهية أن أحمل اسم هذا القديس المعاصر الراهب الصامت يوسطس الأنطوني محبة وإجلالا لهذا القديس الذي ولد نجيب.
سلام يا عم. اهلا يا نجيب، حمد لله على السلامه يا ولد. الله يسلمك. سلام يا ابوي. اهلا، ازيك يا نجيب يا ولدي؟ نشكر الله. ازاي احوالك وكيف حال ابونا معاك؟ وش عرفك اني كنت مع ابونا؟ وانت بتروح حته يا ولدي غير الكنيسه؟ الله يباركك يا نجيب، لكن ما تهملش ابوك يا ولدي. انا كبرت والصحه ما عادتش تستحمل، وانت الكبير يا ولدي، انت السند. ويطول لنا في عمرك يا رب. انت عارف قد ايه انا بحب ابويا وامي، لكن انت عارف برضيك قد ايه انا بحبك يا رب. اذا كنت هقدر على اشتياق قلبي فعرفني طرقك وهون عليهم، وإذا كنت مش هقدر على الحكاية دي فعلمني أكون عبد صالح ليك. ترى نجيب يا ولدي، أخك واخدك ورايح فيه. تعال اقعد بدل الوقفة دي. حاضر. تعال اقعد، سالف للحتة دي وشوف القطانة أكون خدت الدواء. حاضر حاضر يا ابوي. استنى، قوم انده نجيب الاول، من الصبح على لحم بطنه والدنيا مست علينا. حاضر يا ابوي. بارك انت يا ابو نجيب الاول الاكل، ولا تاكل على مهره يا نجيب. اشكرك يا رب على نعمك الكتير وعلى عطاياك اللي ملهاش حدود. ما يجي ياكل معانا. انت عارف صح اني ولدك مش فاضي، سيبه على راحته. بيصلي صح؟ ما انت عارف نجيب يا ابوي وعارف حبه لربنا. على قد ما انا فرحان بحبه بربنا، على قد ما انا خايف لا يهملنا. يهملنا ويروح فين يا ابوي؟ قصدك يهملنا ويروح الدير؟ ما هو ده اللي مخوفني يا ابو نجيب، انه يسيبنا ويهملنا ويمشي، وانا ما حلتش غيره هو وفارس. يا ابو نجيب، ما هيكونش خوفك عليه قد خوفي، ولا حبك ليه قد حبي. اني اللي اشتلته في بطني، اني اللي دمه من دمي، لكن نقول ايه، ما عنديش اغلى منه قد من ربنا هديه. يمكن لما يترهبن يبقى بركه لينا وللبيت كلاته. ربنا يقويه ويختاره يا ابو نجيب. ما تقلقش يا ابوي، بس انت ادعي له. لتكن ارادته ومشيئته. يا رب انت عارف قد ايه انا نفسي اكون معاك، وما فرجكش واصل، لكن انا خاطئ وبعرفش هتقبلني ولا لا. يا رب ارحم صنعة يديك، عرفني طرقك وفهمني سبلك. ارحم يا رب صنعة يديك. يا ابو يا ابو لا يول السواح، ما تاخدنيش اكون من ولادك، ولا انت يا ابن الطنس مينفعش اكون ولدك. اشرب حاجة، طب ناكل لقمة. طيب منورة منورة يا ام الولاد. خد القرشينات دول تجيبي بيهم دقيق وتوديه الكنيسة بكرة. ومنين القرشينات دول؟ ايه، اول رزق في المكنة الجديدة. اقول مبروك ازغرب. بس بقول لك ايه، نشيل منهم باقي قرشين احتمال نحتاجهم. ها ما انت اتخبطتي في دماغك ولا ايه؟ ليه؟ ده حق ربنا، وهو بعد كده يعيشنا ويأكلنا ويشربنا.
ودول كمان اول بيضات الفرخه اللي حدانا تجيبهم، هوديهم الكنيسه مع الدقيق بتاعك. انت مش احسن مني؟ الله يباركك يا ام الولد. يبارك فيك يا ابو نجيب. قطر رايح وقطر جاي والكل واحد، لكن مين ينزل المحطة دي ومين هيفضل؟ عارفش يا ترى يا رب هتكون محطتي فيها ولا هفضل قاعد كده؟ عايز اوصل ليك يا رب قبل ما توصل محطتي، خايف اتوه وملحق شركه بالقطر اللي اخره ملكوتك، وخايف كمان اتوه في العالم وابعد عنك. يا رب ارشدني لطريقك، يا رب ارشدني لطريقك. مالك يا نجيب يا ولدي؟ مالك يا نجيب؟ قاعد كده ليه؟ يا ابوي خلاص ما قدرش ما قدرش. اتكلم يا ولدي فضفض. حصل يا نجيب؟ قول. انا في حاجة من سنين جوايا نفسي اعملها وكاتمها، ما قدرش اقول لكم، لكن لازم اقول. ما تقولش حاجة يا ولدي، احنا عارفين كل حاجة وحاسين بكل حاجة. واني كمان عارفة. الله يبارك لك يا نجيب. خلاص يا نجيب. أنا مش عارف أقول لك إيه. خليك معايا يا أخوي. أنا ما أقدرش أهملك. يهون عليك تسيب أخوك. يهون عليك تسيب أخوك لوحده. بسرعة يا فارس. اللي مش كنت على طول اقول لك هيجي يوم اسيب ابوك وامك اروح لابوي وامي؟ انا كنت فاكرك عم بتهزر معايا وما كنتش بفهمك، لكن دلوقتي فهمت. هتوحشني قوي اخوك. بعدين مش وقت عياط. اسمع يا فارس، لو كنت صحيح بتحبني خد بالك من ابوك وامك، حطهم في عينيك واقفل عليهم، رعاهم فارس.
نجيب يلا نجيب عشان نحضر القداس من اول تعال. ما هو يا ابو نجيب يلا يا فارس تعال تعال. استناني يا ابو نجيب. همي همي يا ابو نجيب. ما هو يا ابو نجيب يلا يا فارس. هو لازم يا بوي نكون من اول القداس في الكنيسه. واه لما باجي افصل لك جلبيه بلاقيك صاحي من فجر ربنا وبصحي البيت كلاته معاك. أنا بحب الحاجة اللي بتعملها بيدك. واه الحاجة اللي بعملها بيدي بتفرحك ومش عايز تفرح باللي بيعمله لك ربنا في السماء. ده جسد ودم ربنا نجيب. ما هو يا نجيب مش ربنا قال بكروا إلي تجدونني؟ طب هو ليه اسمه قداس عاد؟ اسمه قداس عشان بنقابل فيه القدوس. تعال يلا هم يا نجيب. نورتوا البريه ونورتوا الدير. ربنا يخليك. ايه اخبار الدير في بوش؟ نشكر الله يا ابونا. سلام يا اخ نجيب. اهلا وسهلا الاخ نجيب. الاخ نجيب من زرابي دير المحرق وجاي طلب بركه الرهبانه هنا ومعاه جواب من رئاسه الدير في بوش لابونا الربي. طيب نبلغ ابونا الربيطه وربنا يعمل الخير. أنا قريت الجواب عنك وعرفت عنك كل حاجة ولازم تعرف إن العيشة في بلد يورا تختلف كليا عن العيشة في بوش وأهل المدينة. الرهبنة هي التعب من أكل الحبيب. أكيد لما بقولها هيجويني. عموما إحنا نختبرك وأنت اختبر نفسك وربنا يعمل الصالح. ربنا يسندني بصلواتك يا أبونا. روح مع أبونا وهو يعرفك النظام وطقس الدير. يحللني يا ابونا. ربنا يحلك ويدبر لك امورك ويختار لك الصالح. يلا معايا اخ نجيب اتفضل. يا اخي نجيب. ايوه يا ابونا. ايه اللي انا سامعه ده؟ اخطيت حلل يا جوز ابونا. الحبل هو اللي كان دايب وقطع في ايدي. اسمع يا ابني، انت تحضر التسبح وتحضر القداس وتسيب الدير.
عشان خاطر ربنا يا جود سابونا ما تحرمنيش من الرهبنة. أنا ما قلتلكش سيب الرهبنة، أنا بقول لك سيب الدير. اتفضل كلم ابونا الربيطة. سلام يا ابونا. ابونا قال لي انك جاي من دير الانبابولة، ايه اللي حصل؟ سبته ليه؟ انا ما سبتوش يا ابونا، ده وانا بدق الجرس الحبل اتقطع في ايدي، فزعل مني الربيطة وقال لي اسيب الدير، وانا سبت العالم يا ابونا وما قدرش ارجع له تاني، فقلت لأم أنطونيوس ممكن يقبلني. وانت يا ابني قعدت قد ايه في دير الأنبابولة؟ سنتين. وانت عندك كم سنة دلوقتي؟ يجي 30 31، حاجة زي كده. وانت منين يا نجيب؟ وأهلك يا ترى في حد معاهم بيرعاهم ولا انت وحيد؟ أنا من زرابي دير المحرق، وأبويا اسمه شحات. طيب يا ابني، احنا نشوف إرادة ربنا، إن كان رايد لك الرهبنة هتقعد معانا ونختبرك، وربنا يرشدك ويرشدنا للصالح. أحب عليك يا ابونا، ربنا يقبلني ويجعلني ابن القدس. يا ابونا انت روح مع ابونا دلوقتي. يا ابونا. نعم يا ابونا. خده معاك. روح معاك. اتفضل. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا.
الملك الملك للأبد آمين. أشكرك يا رب. بقى انت يا نجيب خلاص هتلبس لبس الرهبان وتكون واحد منهم. انا مش مصدق يا ود. انت ما تستحقش حتى تخدمهم وتشيل مطرح منهم ولا حتى تاكل ولا تنام مكانهم. تصبح في يوم وليلة كده زيك زيهم. لو يكون موجود لمبة برقام كمان. اشكرك يا رب على محبتك ونعمتك. انت يا رب عارف اشتياق قلبي. احفظني وارشدني وقويني وساعدني اسلك بنجوة القلب طول ايام حياتي. ثبتني وامسك ايدي ومشيني في طريق القديسين اللي حبوك من كل قلبهم. اشكرك يا ابويا انطونيوس لانك قبلتني كيف ما قبلت ابونا بولس البصير وصار من تلاميذك. يا سلام يا ريت نكون لو كد ضفر من رجليه. لكن انا خاطي وعبد بطال يا ابويا. يسطوس راهب على دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبرية الشرقية بالبحر الأحمر. آمين. الكتاب المقدس يا أحبائي بيقول يشبه ملكوت السماوات تاج اللآلئ بيبحث عن اللآلئ الجميلة. ولما وجد لؤلؤة غالية جدا وكثيرة الثمن ذهب وباع كل ما عنده واشتراه. يقول الكتاب أيضا ادخلوا من الباب الضيق. الرهبنة أبهات عظيمة جدا والراهب الشاطر هو اللي يسلك الطريق بجد. جد في حياته، جد في علاقته الخاصة بربنا، جد في جهاده الروحي، جد في علاقته بإخواته الرهبان، جد في قيمة الوقت يقدره لأنه كل شيء في عين الراهب مقدس. ولأنه أصبح ضمن القطيع السماوي يسلك كالسمائيين وهو على الأرض. عشان كده الرهبان اتسموا بالملائكة الأرضيين أو البشر السمائيين. فلنسلك يا إخوتي كما يسلك الملائكة ونحب الرب ونخدمه بكل قوة وهمنا ونشاط. اسمه ايه هو ايه
عامل في حاله كده ومبهدل يعني وازاي الناس بيعرفوها باي هيئته دي؟ ده انا نفسي اول ما جيت الدير ما كنتش قادر احدد ان كان راهب ولا لا. بالذمة يا جدع انت مش فاهم حاجه، دي حاجه بتاعت ربك. يعني هو كان حد يعرف يوسف قبل ما ربنا يختاره؟ لا عندك كمان موسى اللي كان لسانه تقيل ومع ذلك ربنا اختاره عشان يوصل شريعته وصيال شعبه، وداود اللي كان اصغر اخواته وكان الا كده ومع ذلك ربنا عمل بيه عمل كتير. هنروح بعيد ليه؟ الست العذراء ام النور، البت الغلبانه اللي ربنا اختارها عشان تبقى ام المسيح مخلص العالم كله. بص يا جدع، ايوه عايز اقول لك ان دي حاجات مش من صنع بني ادمين. أي. ده عمايل الاب السماوي، ملكوته يجي على غفله وروحه تدي مين ما تحب، لان نعمه ربنا بتشتغل في القلب النقي النظيف البسيط يا ابونا. ومفيش حد يعرف قلب ابونا يسطس اكتر من اب اعترافه مننا، عشان هو بيقعد قدامي وبيحكي لي كل حاجه حتى في لحظات صمته بلايا ربنا دي. كفايه كلام يا جدع، يلا نمشي. كفايه كلام. اسمعونا
أهلاً. السلام يا أود أبونا. السلام والنعمة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أبونا. عاملين إيه في الدير، مبسوطين؟ الحمد لله، ربنا معنا وبركة الأنبا أنطونيوس ما بتسيبناش أبداً. إن شاء الله دايماً يا أبونا، أنا جاي آخد بركة الدير وجاي ومعايا في العربية شوية حاجات كتير علشان الدير يا أبونا. خير ربنا كتير، يعني إحنا مش محتاجين قوي يعني. لا يا أبونا، لا 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 لا، حاجات هتعجبكم إن شاء الله. يا ريت تبعت أي حد يشيل الحاجات من العربية، الحاجات كتيرة قوي، وبعدين ان شاء الله هتكون كافيه جدا لاحتياجات الدير ان شاء الله. ابونا في ايه يا ابونا؟ لو كانت عاجبك لحالك يا ابونا. في ايه ده ابونا يسطس؟ ده البركه بتاعت الدير. بركه؟ امشي معايا. انا ابونا، ابونا بالراحه ابونا، رقبتي اتخلعت يا ابونا. في ايه؟ ارجع يا ابني عن اللي انت فيه، ربنا بيحبك ومستنيك. توب، توب احسن لك. اتوب؟ أتوب عن إيه يا أبونا؟ بقول لك توب، توب عن النصب والغش وأكل حق الغلابة، ما عن طريق الشيطان، وكفاية عليك مرضك. أقول كمان؟ لا لا يا أبونا، ما تقولش، ما تقولش يا راجل، يا راجل كأنك أنت كنت بتقرأ في كتاب مفتوح. توب أحسن لك. إيه الراجل ده؟ ايه الراجل الغريب ده؟ ايه ده؟ مش ممكن، مش ممكن. ازاي الراجل ده عارف حاجات محدش كان ممكن يعرفها عني ابدا؟ ايه ده؟ يا ترى كل الاباء الرهبان عندهم نفس المواهب؟ لا 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 لا، ده أنا كده حياتي بقت مكشوفة ومعروفة. يا نهار اسود، ده أنا كده اتضحت. إيه ده؟ إيه ده؟ أنا خايف من الرهبان، خايف من الرهبان وعامل لهم حساب، ومانيش خايف منك أنت يا رب. يا رب سامحني بقى، سامحني، سامحني واعفي عني. مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ ابونا يسطس ضايقك؟ زعلك في حاجه؟ لا 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 يا ابونا، لا ابونا يسطس ما ضايقنيش ولا زعلنيش ابدا. بس تعرف يا ابونا، ابونا يسطس ده مش راجل بركه بس، لا يا ابونا. امال في ايه بس؟ ده راجل قديس، قديس، قديس يا ابونا، قديس.
ضل بسرعه شويه بسرعه شويه هناك يلا سيدي انت روح اتحرك شويه بس هدوء ايه الهيصه اللي انتوا عاملينها دي ثانيه واحده هند ابونا واجيلكم يعني كان لازمته ايه الدير اللي في اخر الدنيا ده لازمته ايه ازاي بس احنا مش جايين عشان ناخد بركه الدير والرهبان والاباء القديسين من قله الاديره في مصر لازم تجيبينا في اخر الدنيا وبعدين زمن القديسين خلاص انتهى ما انتهاش ولا حاجه لسه القديسين موجودين وربنا كل يوم بينور لنا نور واحد منهم عشان نعمل زيه وبعدين لكل شيء تحت السماء وقت طب شاوري لي على قديس واحد من انتي تتكلمي عليهم ده عندك هنا في دير الانبا انطونيوس في قديس عظيم مفيش ناس كتير تعرف عنه بس هو فعلا قديس ويطلع مين ده بقى ابونا يوستوس الانطوني يوستوس بتقول يوستوس الكلام ده مفهوش هزار بعدين ده قديس عظيم بطلي بقى الطريقه اللي انت بتتكلمي بيها دي طيب بس من فضلك ما تجيبي السيره دي تاني ويا رب يعدي اليوم ده على خير سامحني يا ابانا انا كنت غلطت في حقك هسامحك عليه يا جدع وما كنتش تفك فيا اما لا تفك فيه ابونا سلام يا ابانا مرحبا ازيك يا ابونا اهلا يا دكتور جورج الحمد لله على السلامه يا دكتور جورج يا اجدع دكتور ما تعرفش يا ابونا الاقي ابونا يوستوس فين ربنا يعوضك ابونا يوستوس انا تخيلت بيه انت عايز ابونا يوستوس في ايه محتاجه في موضوع مهم جدا ربنا يعوضك يا ابونا ابونا يوستوس ممكن تلاقيه في جنينه الصخره اللي قدام قصر الضيافه او ممكن تلاقيه قاعد عند عين الميه شكرا يا ابونا اسكنوا نفس الوقت كده ربنا معاك الانبا انطونيوس يحفظك يا ترى تقدر تساعدني وترشدني يا ابونا يوستوس اسافر بره البلد ولا استنى واكمل رساله الدكتوراه يا رب اختار لي الصالح وادي نعمه في عين ابونا يوستوس اهلا الحمد لله على السلامه الله يسلمك يا ابونا وان شاء الله ناخد بركتكم معلش الطريق كان طويل عليكم شويه بس ان شاء الله تنبسطوا معانا هنا في الدير دلوقتي هتتفضلوا في الدير هنوريكم المغرفه وهتناموا فين وان شاء الله تنبسطوا معانا سلام يا ابونا الساعة كام دلوقتي؟ الساعة يا ابونا 4 الساعة 4 ونص يا ابونا الساعة كام دلوقتي؟ بص يا ابونا انا جاي لك في مشكلة كبيرة جدا مش لاقي لها حل الساعة كام دلوقتي؟ انا عايزك تصلي لي عشان خاطر الساعة كام دلوقتي؟ هو يا ابونا كل ما اجي اتكلم معاك تسأل على الساعة كام؟ تسأل على الساعة ليه؟ هو وراك الديوان؟ لا يا ولدي ما ورايش الديوان انا ورايا السماء انت مشغول بالارض واتعابها ومشاكلها بس يا ولدي لكل شيء تحت السماء وقت الساعة كام دلوقتي يا ابونا اسمعني بس هحكي معاك تتفي ايه بقول لك ابونا يوستوس اهو ليس التلميذ افضل من معلمه ولا العبد افضل من سيده يكفي التلميذ ان يصير كمعلمه والعبد مثل سيده إن كان وقد لجبوا رب البيت ببعل زبول فكان بالحريال بيته فلا تخافون لأن ليس خفي لله ويستعلن ولا كل من
اكيد هو هيقعد معاكي. تفتكري هيرضى؟ صلي بس وربنا يدبر باذن الله. يا رب يا رب. أنا آسفة إن أنا غلطت في حقك. فضلك سامحني. يا بنتي الجداسة مش بالوساخة. الجداسة بنجاة وتلقي. بس أنا يا بنا سنة خاطية. سنة مستهترة. سنة ما يهمهاش في الدنيا غير اللبس والضحك واللعب وبس. أنا فعلا سنة مش كويسة. يا بنتي محدش فينا كويس من نفسه. كلنا محتاجين رحمة ربنا. بس أنا يا ابونا ما استاهلش رحمة ربنا. ياكي فاكرة عشان أنا راهب أبقى أحسن منك. لا، الطريق الضيق له صلبان كتيرة والكل واحد صليبه، وربنا عايز الكل وما عايزش حد يبعد عنه واصل. هتبكيلي ليه يا بنتي على حالي؟ أقول لربنا إيه؟ كل اللي قدرت عليه اللي تعلمت السكوت. يا بختك يا بنتي وانتي قاعدة فاتحة قلبك لربنا كده. يا ريتني كنت عارف أحكي وأقول زيك. أبونا تفتكر ربنا هيقبل توبتي؟ نشكر الله نشكر الله نشكر الله. كلام سهل مش بالكلام مش بالكلام القلب يطلع بالسهل ولا باللسان اقدر اقرب من يسوع. اوقات انا ببقى ساكن بس بحس ان سكاتي اقوى من الدموع. ساكت بس جوا قلبي كلام كتير وربي سمعه من غير ما اقوله. خلاص نويت يا ابونا؟
نشكر الله. طيب يا ابونا يا ترى هتتاخر ولا هتحن وتعود بسرعه؟ نشكر الله. ربنا معاك يا ابونا. طيب خد يا ابونا اسمع، دول 20 جنيه لزوم السفر يا ابونا. يا ابونا يا ابونا هتحتاجهم يا ابونا، خد خليهم معاك حافظ عليهم. يلا يا ابونا. نشكر الله. نشكر. ترجع بالسلامة يا ابونا. سلام يا ابونا، مع السلامة. نشكر الله ونحمد فضله. تذكرتك يا سيدي. نشكر الله. حلو، اليوم باين من اوله. اللي معوش تذكره هطوقه، واللي مش هيدفع هسلمه للباشا بناظر، ولازم يسلمه للمركز. ماشي يا عم. نشكر الله. انا مش ناقص ولا اللي فيا مكفيني، هتدفع ولا؟ نشكر الله. قوم معايا، انت مش نافع معاك الكلام. قوم معايا. قوم يا راجل، انت تعبتني. الله حرام عليك. يا اخي ما عندكش رحمه؟ ما عندكش قلب ولا ايه؟ كفايه حرام عليك بالراحه شويه. انت لا قاضي ولا عسكري ولا ناظر محطه. يا حضره الناظر، انا تعبت من الناس دول قوي، وخصوصا الراجل ده. عيب يا اخي، ده قد ابوك. ابويا ابوي عمال يتمهزك عليا من الصبح ويقول لي نشكر الله نشكر الله، ومش عايز يدفع التذكره. مش عاوز تقطع تذكره ليه؟ نشكر الله على الحال ده من الصبح. خلاص صفر انت للقطر واطلع، وكفايه تاخير. يلا اوامرك عبد الله. يا ابونا اقعد استريح. نشكر الله. وبعدين يا نازي، احنا ده سايبينك ده، ما ندفع له ثمن التذكره بدل البهدله اللي هو فيها دي. انت ما شفتش عمل ايه مع الشحاته؟ وانا يعني مستني اما تقولي
بس اعمل ايه؟ العين بصيره والايد قصيره. ربنا يسامحنا. لعلمك ربنا مش هيسيبه. الجتر ما عايزش يتحرك لا قدام ولا ورا. يعني ايه الجتر مش هيتحرك؟ يا حلاوه يا اولاد، انا اول مره اشوف حاجه زي دي. انتوا عارفين قطر يتاخر عن ميعاده يعني ايه؟ ما انت سامع سيد بيقول ايه يا حضره النظر. وبعدين بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ العمل عمل ربنا. بقول لكم ايه، انتوا عايزين القطر ده يتحرك، خلوا الراجل ده يركب القطر طوالي وهو هيتحرك. يا ابوي يا ابوي، انت لو ركبت القطر القطر يمشي؟ اشكر الله. طب قوم قوم اعمل معروف، قوم اركب القطر الله يخليك. قوم. الله يا جدع الله، الآية دي حلوة خالص. قولها تاني، قولها يا جدع قولها. حاضر يا ابونا. اسمع يا رب للحق أنصت إلى صراخي. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة ابونا يسطس، الحمد لله على السلامة. نورت بيتك ومطرحك. أهلا يا راجل يا بركة، الحمد لله على السلامة. ازيك يا جدع، ازيك؟ أخبار البلد إيه تحت؟ حلوة؟ نشكر الله، نشكر الله يا ابونا على وصولك بالسلام. هي الساعة كام معكم دلوقتي؟ كتير 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 قوي يا جدع، يا نورت دير. اتفضل اتفضل. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كاسرة رفضك تنفو اسمك، تغسلني كثيرا من اسمك. انت جيت يا ابونا يسطس. يا ابويا انا بتعبك كل يوم، كتر خيرك يا ابونا كتر خيرك. سلام يا ابونا ماكسيموس. سلام يا ابونا الريس. ازيك وزي صحتك؟ الحمد لله. طب انا عرفتني من صوتي، وابونا يسطس تعرفه من صوته ولا من صوت جلابيته اللي عماله تخشول؟ ابونا يسطس، ابونا يسطس بعرفه بقلبي. ايوه يا حاج، انا تحت ابرك، البضاعة جاهزة وتيجي تستلمها في أي وقت. أيوة بس أنت كمان تكون جاهز. لا لا تحت أمرك في أي وقت يا حاج، كل سنة وأنت طيب. مع السلامة أنت بقى. صباح الخير يا بابي، عامل إيه؟ أنا الحمد لله. صباح النور يا عيون بابي. أسأل بقى سؤال، حضرتك جاية تفاجئيني بالزيارة الجميلة دي ليه؟ يعني هو لازم عشان اجيلك اكون عايزه حاجه يا بابي يعني؟ انت هتضحكي عليا يا بنت، انت هتلفي وتدور عليا. من الاخر عايزه كام؟ هو مبلغ صغنطوط قوي، حضرتك عارف ان العيد قرب واحتياجات اخوه الرب يعني. انت بتقولي يا بنتي؟ طبعا ليك حق، احتياجات اخوه الرب من عينينا الاثنين. اللي احنا فيه ده كله الخير اللي احنا فيه، كل ما نملك عطية من عطايا الرب، عطية بسيطة من عطاياه لينا. يبقى لما أخت الرب يحتاجوا لشيء لازم إحنا كمان نقدم لهم إيد المساعدة، على الأقل نرد شيء بسيط من عطية ربنا لينا. ربنا يخليك يا بابي. على فكرة بعد بكرة في رحلة لدير الأنبا أنطونيوس، يا ريت تيجي معانا، هتبقى فرصة حلوة قوي. أنت قلت دير الأنبا مين؟ أنطونيوس. آه
لا ما انطونيوس لا لا قصدي انا ما عنديش مانع ابدا اروح دير الانبا انطونيوس. تعرفي دير الانبا انطونيوس بركه كبيره قوي. عايزك بقى تعدي على منى وتاخدي اللي انت عايزاه بس ما تحفيش. ربنا يعوضك يا بوبي. سلام بقى. سلام يا روحي، مع السلامة. دير الانبا انطونيوس، انا هقابل الراجل ده تاني، انا عارف ان انا هقابله. الساعة كام دلوقتي؟ اشكر الله. أنا تبت يا مونة، تبت صدقني. تعال يا مونة. حاضر حاضر. لو الفرع ده بعد عن الشجرة يحصل له إيه؟ يموت يا مونة. وإنت كمان هتموت. أيوة يا مونة، كلنا هنموت يا مونة، بس أنا خلاص صدقني يا مونة، أنا تبت تبت يا مونة. ده أنا عملت كل اللي إنت قلت لي عليه. أيوة، بس انت بعيد عن الكنيسة والمناولة، لازم حياتك تتغذى وتتراوي بجسد المسيح ودمه عشان تعيش معاه. فهمت يا ولدي؟ الا قول لي الساعة كم دلوقتي؟ دافئ عبدك فأحيا واحفظ أقواك.
اكشف عن عيني فأبصر عجائب من ناموس. أبونا يسطس، أنت بتعمل إيه عندك في وقت زي ده؟ أنت في حاجة رايحة منك يا أبونا؟ قول لي أفتش عليها معاك. إيه؟ حصل إيه يا جودس أبونا؟ نشكر الله. الساعة كم معاك دلوقتي؟ كمل يا أبونا، كمل. غارب أنا في الأرض، لا تحجب عني وصاياك. مين الناس ده؟ أبونا يوسف؟ ربعمية مفرد ولسه هيكمل. عظيم هو إيمانك يا أبونا يوسف. زيارتك لدير الأنبا أنطونيوس يا طموف، وإيه أخبار الدير؟ الزيارة المرة دي كانت غير كل زيارة، وإن كان على الدير فالدير مليان بركة بقدسية. دير الأنبا أنطونيوس ده الدسم كله. كلامك يا طموف بيقول في حكاية حلوة هنسمعها. صحيح، حكاية كل واحد يسلم حياته وقلبه وفكره للسيد المسيح، حكاية صوم وصلاة بالانقطاع ومحبة ونسك. احكي لنا يا طموف، احكي شوقتينا. هحكي لكم. ساعة سماع صوت جرس التسبيحة وأنا في طريقي للكنيسة وبالظبط قدام قلاية أبونا يوسطس، بصيت لقيت نور جامد جدا خارج من القلاية، وشفت النور من الباب وبخور، والقلاية كلها من بره مشغولة صلبان منورة وريحة حلوة طالعة من الباب. حاولت أشوف أبونا يوسطس لكن ما قدرتش من شدة النور، وسمعت صوته هو بيقول المزامير. سبح الرب يا جميع الأمم، ولتباركه كافة الشعوب، لأن رحمته جويت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد. أمين. هللويا. المجد ليك يا رب، المجد لقدسيك الأبرار، مبارك هو اسمه. سلامتك يا جدع. عامل ايه؟ عامل ايه دلوقتي؟ سلامتك انت يا ابونا بسخري. سلامتك يا جدع. سلامتك يا ابونا يسطس. ايه يا ابونا يسطس؟ انت عجزت ولا ايه؟ دول شوية طراوة يا ابونا سناسيوس. كل ده شوية طراوة؟ يسوع ماشي يا جدع.
مقبل عالصعيد يا بابور الساعة 12 يا مقبل عالصعيد. سلام. السلام والنعمة يا أمنا. ما تعرفش ألاقي أبونا يسطس فين؟ عتقولي أبونا يسطس؟ أيوة أبونا يسطس القديس الصامت. ده لا قديس ولا صامت، هو في قديس يبقى معفن في نفسك ده؟ أيوة بس احنا متأكدين إنه بركة وقديس كمان. قديس وبركة؟ ده لا قديس ولا بركة ولا يحزنون. وتعالوا ورايا وأنا هفرجكم. يلا تعال ورايا. الحقي يا طواف الحقي. وادي القديس بتاعكم اهو. السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. أنا فعلا محتارة في شخصية أبونا يسطس. ساعات احس انه راهب عادي، وساعات احس انه ملاك نازل من السماء، وبتعجب اكتر في صمته الشديد ده. ما تستعجبيش، يعمل القديسين طرق وابونا يسطس واخد من الصمت طريق. تفتكر يا ابونا يسطس من السواح؟ ان ما كانش ابونا يسطس هيوصل للمرتبه الروحيه دي، امال مين اللي هيوصل لها؟ قاعدين تقولوا ده ايه وده ايه، واللي وزن القلوب هو ربنا وهو وحده اللي يعرف الحاجه دي. قول لي يا ابونا، انا سمعت ان ابونا يسطس ما بيستحماش غير مره واحده في السنه، وده زياده في التقاشف وزياده في النصر. رغم كده محدش يقدر يقول ان ريحه البخور اطيب من ريحته، وان علته على الناس دايما. يا دنيا طالت عقلتي وطالت الأيام، حاسس بغربة ونفس ارتاح بالحزن والآلام. الرب أن تسلكوا كما يحب بالدعوة التي دعيتم إليه بكل طوال الجل والوداع تمليل. سلام يا جدع. سلام يا أبويا مسخريون. لا استحيش يا حبيب، استحيش. خد ده عشان كسوة الشتاء. عندي يا أبو. عارف أن أنت مش محتاج، لكن عشان خاطر العذراء مريم والأنب أنطونيوس خذهم، ما تزعلهمش.
حاضر حاضر يا أبوي. حاضر حضر لك الخير يا حبيبي. سلام 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 يا جدع. يوم يا جواد. حلو رزق وجه لحد عندك هتفتري. ايوه انت تاخد الكرشينات وتروح تظبط حالك. ايوه وتشتري كل اللي انت عايزه ولا هتبقى صاحب املاك يا ولد. ابونا هو بيغيرش الجلابيه المعفنه بتاعته دي. هتموت بقول لك هتموت هتموت بقول لك هتموت. سامحني يا ابوني سامحني. لا فيش حاجه يا ولدي جت سليمه نشكر ربنا. سامحني يا ابوني. ايه ده انت واخد بؤجة هدومك ورايح على فين؟ ايه البوجة... حد زعلك يا ولدي ولا ايه؟ لا حد زعلني ازاي يا ابونا؟ لا ده انا صحيت النهارده لقيت نفسي تعبان قوي كلتي يا ابونا كلتي وجعاني قوي. انا قلت اروح البلد علشان اشوف العيال واجيب دواء لكلتي. ايوه زعلوني قال ده انتوا ملائكه يا ابونا. طيب يا جميل ربنا معاك تروح وتيجي بالسلام. سلام يا ابونا. صليلي السلام والنعمه. ابونا يوستوس ابونا. ايوه حبيبي فيها قدس ابونا فيها. شوف يا جدع فيها عامل من عمال الدير تعبان قوي بين الحياه والموت وكل طلب ان هو يشوفك فلو سمحت تعالى طل عليه. ابونا يوستوس. استحمل امال الم. هانت الم. ابونا يسطو الزمان جاي اهو جاها. ابونا سامحني يا ابونا انا افتريت عليك واستهزأت بيك والعقاب كان شديد قوي. كل اللي كنت عايز اعمله فيك سمح ربنا انه تعمل فيا. انا الراجل ده لدغ عقرب يا ابونا. العقرب ما لحقناش نسحب السم من دمه. سامح 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 يا راجل يا طيب سامح يا جدع سامح كده. طيب يا ابونا انا مسامحك. كده اطمن يا جدع ما عاد فيها سم ولا غير. الم الم. سامحني يا الله سامحني يا قديس الله. مش قلت لك ان ابونا يوستوس ده بركة كبيرة قوي. مجد لاسمك يا رب مجد لاسمك يا رب مجد لاسمك. Thank you.
حمارة حلوة هي معصرة. ايوه نجيبوا حمارة. حمارة حلوة هي. ايوه ونأجروها معصرة. ونأجروها و... 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 وكمان ممكن نأجرش بنبيع. لا 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 بنبيع. حمارتي هتجيب لي يعني هتجيب لي شوية ملاليم. ايوه نجيبوا معزة. معزة ولا حمارة؟ معزة ولا حمارة؟ لا لا انت تعباني. نجيبوا معزة نجيبوا معزة. ايوه ايوه يا دي يا جميل نجيبوا معزة. ايوه معزة معزة هنجيبوا معزة. دي ولا دي؟ دي عشار دي. ايوه نجيبوا معزة. ايوه انا هاخد دي المعزة دي المعزة دي. لا انا عايز خروف. هات لي خروف. ايوه انا عايز خروف. هات خروف يا عم. ايوه خروف. هات خروف وتجيب لي ايه؟ لا انا هشتري عجلة. ايوه هشتري عجلة مش جايب خرفان. انا هجيب عجلة. ها نوار كله تمام يا ابني؟ هتتأخر في دير الأنبا بولا يا بونا؟ لا يا بونا هنحضر العيد بتاعه ونعود على طول. تروح وتيجي بألف سلام. الله يسلمك يا بونا. يلا 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 يا جدع يلا. ارجع يا بونا ما تمشيش. ارجع يا بونا سلاسيوس. ارجع انت مش قد الملاك. ارجع ما تمشيش. وري يا ابو فوزه. انت نادر الملاك ميخائيل. ابونا يوستس في عمار بينه وبين الملاك عمار كبير. وانا مش قد زعل الملاك. مش قلت لك هتموت؟ سامعني يا ابوني سامعني. العجله ماتت يا ابوني. كان حاجه انا اموت مش العجله يا ابوني. سامعني يا ابوني سامعني. نشكر الله نشكر الله. ازيك يا ابونا؟ مالك يا ابوي؟ سيدنا البطرك بعت لي انزل مصر مش عارف ليه. سيدنا البابا عايزك عشان هيرسمك اسقف. اسقف؟ قوم قوم سافر ما تخافش. صلي لي يا ابونا صلي لي. انا استاذ يرقوني انا اسقف؟ طب ليه؟ انا صحيح عارف ان ابونا يوستس راجل قديس وله مواهب كتير، لكن انا
ما صدقش اني استاهل ان ربنا يختارني راعي. ساري ده انا ما حصلتش الخروف في مرعاه ابقى راعي في يوم وليله. لا 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 يا رب يا رب دبر حياتي يا رب دبر حياتي خلاص يا رب. قلبي هيكون عليك يا ابونا يستس. ايه يا ترى عامل ايه دلوقتي يا ابونا عبد المسيح؟ وبتذكرنا في صلواتك ولا لا؟ وحشتني وقفتك معايا في الصلاة يا ابونا، وحشني صمتك. الساعة اتأخرت يا ابويا والوقت بيفوت. ربنا يقويني واقدر اشوفك واطمن عليك. اهدى مالك ابونا يا اسطى، عمال بياخد مطانية في كل خطوة من المنارات لغاية الباب. الحاج يا ابونا حاجة غريبة، بس أكيد أكيد ورا المطانيات دي في حاجة. افتح يا ابونا الباب أما نشوف في إيه. افتح. المسيح الحبشي ده زاهد وناسك، وابونا يسطس حياته كلها نسك، ده ما بيستحماش غير مره واحده في السنه. ياه ممكن الواحد في يوم من الايام يوصل ويبقى زي الاباء دول. بقول لك ايه يا امنا، اللي بيستحمى هيروح السما، واللي مش بيستحمى برضه هيروح السما. المهم نجاوه القلب، وكل واحد وطريقته. Thank you.
صباح الخير يا ابونا. صباح الخير يا ابا. ابا ما ترد الصباح. ايه دي وما فيش زيك ولا ايه يا باي؟ ايه العجرفه دي يا اخي؟ ده الصباح بتاع ربنا. صدق انا جزما اللي صبحت عليك، انا غلطان. ابا ابا يا خرب بيتك يا عطوة، يا خرب بيتك يا عطوة. هتقول اهل الشوايب سلوك، هتقول لهم انا جيت شوية مش هيصدقك. ما هتشرب كيف والكتيبة هتستحمى كيف؟ دي كتيبة عفنت ورحتها بعد بين الكتايب. يا خرب بيتك يا عطوة، يا خرب بيتك يا عطوة، يا خرب بيتك يا عطوة. يا ابويا المية اللي على العين راحت. خير خير العين قفلت، عين المية ما فيهاش مية. قول لي يا ابونا، انتوا قفلتوا محبس المية؟ المية طول عمرها موجودة في العين. اهدى 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 كده وفهمني. انا رحت من شوية العين عشان املى مية، اصل الكتيبة عفنت وريحتها فاحت بين الكتايب، ما لقيتش ولا نقطة مية. يخرب بيتك يا عطوة. بس 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 مش معقول، العين كانت مليانة مية، جاي دلوقتي تقول لي ما فيهاش؟ تعال تعال يا جدع، تعال تعال نشوف ايه المايه اللي نشفت دي. تعال اهي يا ابونا شوف كده. يا رب المجد. ايه قول لي انت عملت ايه بالظبط يا جدع؟ انا ما عملتش حاجه، صدقني يا ابويا انا ما عملتش حاجه. يا خرب بيتك يا عطوه، يا خرب بيتك يا عطوه. بس بس اسكت اسكت يا خراب. ايه ما يصحش، اسكت يا جدع. انا جيت من الكتيبه على هنا طوالي، جيت عشان ابلى ميه ليا وللكتيبه. ايوه وانا جاي في الطريق قابلت راجل عجوز لابس جلابيه كده ملهاش لون، صبحت عليه ما ردش الصباح وراح مشاور لي بايديه كده وما ردش علي. قلت له يا اخي الصباح بتاع ربنا، العجرفه دي وانت ايه؟ بس ما قلتش اكتر من كده، دي الحكايه من تطرق لي. سلام عليكم. ابونا يوستوس، هو ابونا يوستوس. طب انت يا جدع لما صبحت عليه مش هو شاور لك يعني رد عليك الصباح؟ ما انا افتكرته عم بيتمقلت علي. ابونا يوستوس يتمقلت؟ انت مش فاهم حاجه يا جدع، مش فاهم حاجه. تعالى بقى نروح، تعالى خليه يسامحك. تعالى ده في ناس كتيره عايشه على الميه دي. تعالى. ايوه يا ابونا هو ماله مال الميه. اسكت انت مش فاهم حاجه. تعالى يا جدع تعالى. خرب بيتك يا عطوه، يا خرب بيتك يا عطوه، يا خرب بيتك يا عطوه. هو ده الرجل يا ابونا. اسكت 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 يا جدع اسكت. سلام ونعم يا ابونا. انا جاي لك وعارف ان انت مش هتكسفني، عايزك تسامح ابنك عطوة على اللي عمله معاك الصبح. ابونا انت عرفت اسمي منين يا جدع؟ ما انت بالصبح عمال تقول يا خرب بيتك يا عطوة، يا خرب بيتك يا عطوة. عرفت البيت وعرفت صاحبه اللي جاي على خرابه. اسكت بقى اسكت يا ابونا يا اسطى. سامحه عشان خاطر سامحه. يلا يلا جت يلا خلاص سامحه. روح العين وخد خد خد الميه اللي انت عايزها تلاقيها رجعت. يلا شكرا يا ابونا. يا خرب بيتك يا عطوه، يا خرب يا قمر بيتك يا عطوه، يا قمر بيتك يا عطوه. يا عطوه يا خرب بيتك يا عطوه. استحمى انا والكلمه كده. يا رب محطتي لسه ما جاتش، لسه انزل باقي من قطر العالم، اركب قطر السماء، لسه اشوف المكان اللي قال عليه بولس الرسول
ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن. يسأل بالجلبية جديدة، مش من صنع البشر، لا من صنعك انت يا رب، من صنعك انت. ساعتها قلبي ما هيبطلش كلام. ساعتها هقول كل اللي في قلبي، مش هقعد ساكت زي هنا. الحديث هيكون معاك انت يا رب، ومع جد سيفك. انا نفسي اشوفك يا ابويا انطونيوس. انت يا ابويا بول اشتاق يا رب. انت روح لك، يا رب بيت غريب يا رب، ومليش حد غير. اديني قاعد جنب الميه كيف السمريه، ولو اني مستحقش اكون زيها. قلبي زي الارض البور، محتاج نبعك. مش تكتر وقلبي العطشان لعشرتك. كدي يا رب بكون فرحان وانا شاعر انك محاوطني، وكديه بتكون فرحتي لما بتقولي انك اشتريتني. انا ملكك يا رب، اسلم عليك يا رب. اشيلك انا صليب وانت تشيلني، هدق في ايدك مسامير تدق على باب قلبي، اشرحك أشرحك والدم ينزف منك وانت تشفيني، أدفنك وتحييني. يا سلام عليك يا رب، مين أحن منك يا رب، مين أحن منك. Thank you.
هنعمل ايه في موضوع المواشي يا ابونا بس خلاص بعد التسبيحه هنتكلم في الموضوع ده. ابونا يسطس خليني ابونا ابونا يسطس مالك ابونا ابونا مالك يا ابونا يسطس يا رب يسوع مالك مالك يا ابونا مالك مفيش دول شوية طراوة طراوة؟ طراوة ايه؟ ده انت جايب نار جبل يا ابونا يا حبيبي مالك سلام تعال يا جدع مالك يا ابونا تعال يا يسوع مالك يا ابونا خدوا على القلاية بتاعتي بسرعة شيل يا جدع شيل يا جدع حل يا ابونا تعالك يا ابونا يا حبيبي يا جدع انت وهو كل واحد فيكم يجي شقر عليه يشوف طلباته يطمن عليه ها الراجل ده خدمته بركه كبيره انا هنروح نعمل لك كوبايه شاي وندوب له فيها نوفالجينا ونديها له وربنا يمد ايده ويشفيه امين امين يا رب وانا هبقى اجي ازوره واطمن عليه اطمن يا ابونا اطمن حاضر انا اطمن يا ست يا عادل يا ابن انطونيوس حافظ عليه اخويا في الرهبان حافظ عليه يا ست يا عادل يا ابن انطونيوس قوم يا ابونا قوم اشرب كوباية الشاي دي عشان يدفيك قوم لا مش عايز ليه يا ابونا دي اول مرة ترفض فيها الشاي خبر ايه مولفتش عليه مولفتش عليه كيف هو انت بتشرب غيره مولفتش على اللي حطيته فيه مش عايز طيب يا ابونا عاوز مني حاجة تاني شكرا الله استريح يا ابونا استريح اطلع يا جدع سرنا لوحدينا كويس انت خوخت ولا ايه ايه يا جدع عامل ايه دلوقتي صحتك عامله ايه مش حلوة؟ ها؟ شكرا الله الساعة كام دلوقتي؟ الساعة؟ لا لسه بدري يا جدع شويس بزم لسه بدري يا أسطوس Thank you.
ازاي الناس بيعرفوها باي هيئته دي؟ ده انا نفسي اول ما جيت الدير ما كنتش قادر احدد ان كان راهب ولا لا. بالذمة يا جدع انت مش فاهم حاجه. انت في حاجه رايحه منك يا ابونا؟ قول لي افتش عليها معاك. ايه حصل لي يا جوتس يا ابونا؟ نشكر الله. الساعه كم معاك دلوقتي؟ كمل يا ابونا كمل. تعرفوا معنى السكوت والصمت ايه؟
الآلام، مهما التجارب تبقى صعبة الاحتمال، لازم إيماننا يبقى نور وسط الظلام. ما احنا إلهنا الحي بس شايف الزلم بتاعه.